الرحمن الرحيم. الشقة في مشروع فيلت كنت مقابل مطار، ثلاث غرف صالة 160 متر مربع، البلوك A الدور الخامس، شقة رقم 14. هذا المدخل. أول ما ندخل طبعا هذا السيب، عندنا في المقابل المطبخ، دوالي براك مجهزة بالكامل، وأيضا المطبخ له إطلالة جميلة على البحر. هذا المطار في المقابل زي ما شايفين. نطلع من الكونة اللي هي متصلة مع غرفة ثانية، هذه الإطلالة للدور الخامس، إطلالة جميلة جدا، مجمع سكني متكامل. عندنا هذه الغرفة الأولى، مستودع هنا، وهذه الصالة الرئيسية 6×6 تقريبا، مساحة كبيرة جدا وجميلة. وهذا الإطلالة على البحر من الصالة. لها ثلاث دورات مياه الله يكرمكم. هذه الأولى، عندنا البانيو هنا، لها جاكوزي أيضا. هذه الغرفة الثانية، الغرف تقريبا 3.5×4، غرفة النوم الرئيسية 4×3.5 تقريبا، لها مروة أشخاص بها. وأيضا بلكونة مطلة على البحر تقريبا 3×2، بلكونة خاصة وغرفة النوم الرئيسية. هذه الإطلالة. الدور الخامس، مشروع فيلت كان 160 متر مربع، ثلاث غرف صالة. المزيد من المعلومات تواصل معنا بروج العقاري.